القرآن. مين مين مين؟ يلا نايف. كلمة ختامية. والله يا نواف، أول شيء للأمان هني بفقد الشباب وبفقد المكان، بتبقى ذكرى من أجمل ذكريات حياتي بالنسبة لي أكلمك، لأن ذكريات اللي فاتت يمكن أتوقع كلها ذكريات حزينة، تبقى ذكرى حزينة ولكن جميلة في نفس الوقت. الفقد موجع للأمانة، لكن غصب، والله غصب. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. أكرر وعيد المرة المليون، الشكر لا يوفى.